النسخة الأولى لماراثون الدراجات الجبلية الدير بإقليم تارودانت عرفت مشاركة 150 متسابقا قطعوا مسافة تمتد على طول 60 كيلومترا. كنعرفوا بأننا جماعة الدير كتضم 75% من التيرتوار ديالها جبلي وقروي، وبالتالي بحامية هذا النشاط سيساهم طبعا الحال أولا في خلق في التعريف بالمنطقة اللي تعتبر منطقة سياحية بامتياز اللي فيها سد وفيها واحد الواد اللي هو دائم الجريان ومناطق اللي هي جميلة بزاف. ساكنة المدينة وساكنة الجماعة استقبلتنا بحفاولة نادرة لها، ترتيبات تنظيمية وأمنية اتخذت على أعلى مستوى، أجواء احتفالية حماسة بين الدراجين. وبعد تنافس قوي عادت الجائزة الكبرى للماراثون في فئة الكبار للدراج عثمان اللوزرني من نادي الدراجات الهوائية القليعة، ولدى الإناث كان الفوز من نصيب فاطمة الزهراء الورديغي من نادي أكادير للدراجات الجبلية.